في هذه الفقرة مشاهدينا رح نتجه إلى عسير مع أجواء الاستعدادات الأخيرة لبطولة المملكة للراليات 2022 والتي تنطلق جولتها الأولى ولمدة يومين بمشاركة عشاق هذه الرياضة والتي لا تخلو من الإثارة والحماس. هذه المرة مع مها الحملي عبر سكايب والتي تضعنا في الصورة عن هذه الأجواء المثيرة جدا. أهلا وسهلا مها ومنورتنا. وخليني أسألك بداية عن هذه المشاركة وأجواء الاستعداد لانطلاق رالي عسير واللي يتزامن أيضا مع احتفالات اليوم الوطني. يا مرحبا وأهلا وسهلا فيك يا لميا، يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة صراحة أنكم تشاركونا هذه الفعالية. وزي ما قلتي هو تزامنا مع اليوم الوطني، بس اسمحي لي لميا بس في البداية أكيد أستغل هذه الفرصة أستغل هذه الفرصة وأهني بلدنا العظيم شعبا وحكومة، وأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وإن شاء الله دائما من الهمة للقمة بإذن آمين الله. يا رب. طبعا إحنا اليوم متواجدين في أبها للمشاركة في رالي عسير، ورالي عسير هو يعتبر الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا للراليات. زي ما أنت شايفة لمية ما شاء الله، كيف الاستعدادات، كيف الأجواء؟ الأجواء جدا جميلة وممتعة. أتمنى لو كنتي معانا وتشوفي كيف كان احتفال اليوم الوطني تزامنا معه وتجهيز لرالي عسير. فأكيد العيد عيدين عندنا أكيد هنا. أكيد من حبنا وشغفنا لهذه الرياضة. طيب كيف حيكون الأجواء المسار؟ مرة محمسة ما شاء الله. طيب كيف حيكون المسار هذه المرة وفين أيضا التحديات اللي ممكن تواجهكم؟ التحديات موجودة في كل بيئة وفي كل تضاريس، واللي يميز رالي عسير تضاريسها الجبلية إن هي حتكون وادي وديان، يعني مختلفة عن النفود والصحراء، أو ممكن ما يكون في التضاريس ديون وطعوس يعني كالعادة. بس حتكون طبعا ممكن فيها صخور. حقيقة إحنا ما نعرف كثير عن المسار وما ونتفاجأ فيه لما نشوفه، بس توقعات لأنه هذه تضاريس أبها فحيكون بنفس الطريقة. طب إيش أنواع السيارات والفئات المشاركة؟ وأيضا يعني نبغى نعرف مواصفات سيارتك اللي راح تكون مشاركة فيها. أوكي لميا، أنا حشارك في سيارة أو فئة سيارة اسمها التي فور، والراليات هي دائما فيها أربع فئات للسيارات اسمها تي 1 وتي 2 والثري وفور. في العادة تي 1 والتي 2 بالعادة سيارات تكون مجهزة أو مصنعة، بس هي سيارات 4x4. أما التي 3 والتي 4 هي سيارات الباقي، وعليها طبعا تعديلات وتجهيزات للرالي. أنا حكون إن شاء الله على فئة سيارات T4. ما شاء الله تبارك الله. يعني مها مو أول مرة تشاركي أو ما تكون لك مشاركات في الراليات، ولكن إيش المختلف هذه المرة في التحدي الجديد؟ حقيقي صحيح لميا، أنا شاركت قبلها في رالي جميل، مختلف رالي عسير أكيد، لأنه رالي جميل كان رالي ملاحي ويعتمد على الملاحة، أما رالي عسير حيكون رالي يعتمد على السرعة أيضاً وأيضاً الملاحة. فحيكون أول تجربة لي لرالي سبيد، وأكيد مرة متحمسة ومتجهزة، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني نقدر نحقق نتائج مشرفة بإذن الله. ومميزة. أكيد بإذن الله وبدون أدنى شك. طب عادة كيف بتستعدوا لهذا النوع من البطولات؟ وأنا أعرف يعني الفترة الماضية كانت حافلة جداً في التدريب. شوفي لميا صراحة، أنا لما دخلت رالي جميل كانت أول تجربة لي وما عندي خبرة في مجال الراليات، برغم أني استعديت وتدربت أكيد قبلها، فأنا حبيت أنه أنا أحترف هذه الهواية. وخلال الفترة الماضية يعني لا يغرك إحنا اليوم مرتاحين ومبسوطين، بس كان في شغل شاق، كان عندي عدة تدريبات جوة السعودية وخارج السعودية أيضا، إنه إحنا نكون نتعلم تكنيك أكثر ونتعلم عن الملاحة أكثر ونجري تدريبات في مختلف تضاريس المملكة يعني لتجهيزا للراليات القادمة، خصوصا إنه بطولة السعودية هي أربع جولات، الأولى تبدأ في عسير وبعد كذا القصيم ومن ثم حايل وبعدين جدة. إن شاء الله جدة بكون معاك وبشجعك بإذن الله. أكيد أكيد يشرفني. أكيد حبيبتي أنا اللي يشرف. يعطيك العافية. طيب كيف تتوزع المسؤولية بين السائق ومساعدة وحتى أيضا مع الفريق اللي بيكون موجود خلف الكواليس؟
فعلا خلف الكواليس بيكون في فريق مساعد للدعم اللوجستي والتجهيز والصيانة أيضا، والمشاركة حتكون متقسمة المهمة أو متقسمة بيني وبين الملاحة. أنا يعتمد علي تكنيك السواقة والوصول للهدف، والملاح يكون هدفه أو دوره إنه هو يوجهني للمسار الصحيح اللي أوصل فيه للنهاية. طب هل في توقعات؟ كذا جميل. إن شاء الله التوقعات إني أنا راح أفوز بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله وكلنا أكيد بإذن الله يحالفك الحظ وإن شاء الله المركز الأول مها. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا أكيد أنا بمزح، الراليات دائما فيها مفاجآت كثيرة، سباق الراليات لكل ممكن اللي يسمعوني متسابقين القدامى يعني دائما ممكن تحصل لأي أحد مفاجأة وما يكمل لا سمح الله، فإحنا عندنا هذه المعنويات ومستعدين لها، وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله أن ربي يوفقنا أن نحقق نتائج مشرفة. وأنا بالنسبة لي يعني ماني حاطة في بالي غير أنه أنا أجرب هذه المرة بأفضل مستوى بعد التدريب والتجهيز، والباقي على الله. أكيد طبعا ونعم بالله و... إن شاء الله أكيد طبعا، ولكن يعني يمكن هذه المرة التحدي صعب جدا، خصوصا المنافسة يعني ما حتكون عادية وكثير من الأسماء القوية في هذا المجال مشاركة في هذه البطولة، وأنت أكيد استعديتي وبإذن الله بإذن الله رح يحالفك الحظ ورح تفوزي، وإن شاء الله نحتفل بهذا الفوز مع بعض في الاستوديو، ولكن أكيد متحمسين أن نتابعكم. يعني سؤالي عن الأوقات التي سيتم الانطلاق يعني فيها الجمعة والسبت، وفين ممكن نتابعكم؟ طيب أول حاجة صراحة كلامك صحيح، في أسماء برة قوية مشاركة، بس أنا عن نفسي أتكلم، أنا إنسانة طموحة ويحب أدخل هذا المجال، ولو أي شخص حيدخل حيخاف من أسماء الناس اللي موجودة، هم بدأوا زينا في البدايات وكان عندهم نفس التجربة لما يعني ونفس القلق والتوتر لما بدأوا هذا المجال، فطبيعي هم قدوتنا ويعني ألهمونا كثير إن إحنا أصلا نوصل للرالي ونوصل لمستواهم، فبالعكس المنافسة راح تكون رائعة يعني إنه إحنا ندخل هذا المجال معاهم. صحيح. أنا جدا متحمسة يعني. جميل، وكيف نتابعكم ومتى الأوقات اللي راح تنطلق فيها المسابقة البطولة؟ أتوقع مسموح البطولة راح تكون إن شاء الله بإذن الله يوم الوطني يوم 23 يوم الجمعة، وتبدأ من الساعة 8 لين الساعة 2 أو 3 مساء، حيتحدد مسار يعني حنعلن عن الأماكن اللي حنبدأ منها السباق، وأي أحد يقدر من أهل عسير طبعا يتواجد في المكان يحضر معنا السباق لايف يعني. جميل جدا مها، نتمنى لك كل التوفيق في هذه البطولة، وانت اكيد تستاهلي ومجتهدة جدا في هذا المجال وعندك الحب والشغف بإذن الله، يعني قلوبنا كلنا معاكي والله يا مها، يعطيكي الف عافية. اشكرك يعطيك العافية، شكرا لكم ودعواتكم ان شاء الله، وعقبال نهاية السباق ما يعني نبشركم بالنتائج المشرفة ان شاء أكيد الله بإذن الله. اكيد ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم العافية. واجبنا حبيبتي مها. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل الفنان أحمد عاشور وربوعية بأجواء طربية.